ثلاث نقط. المايك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. ويقول المولى عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة الأربع لمالها وجمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاصفر بذات الدين طربت يداك. صدقت سيدي أبا القاسم سيدي يا رسول الله، يا من سجد بين يديه الجمل واهتز من تحت قدميه الجبل وسلمت عليه الحمامة والغزالة ونسج له العنكبوت بخيط السلامة وقالت له الناقتي: اشهد انك محمد رسول الله، سلامي على من قال الناقة اشهدي اني رسول الله، قالت له: نعم. سلامي على من قالت له قطعة اللحم: يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة. سلامي على الممدوح في طه وياسين والضحى والدود والقلم. سلامي على خاتم المرسلين وسيد الأنبياء أجمعين صلوا عليه. سلامي على من كان في عطفه لليتامى دفاع أن قلبي فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شرفة من يديه، للسماء ارتقى فأتى بالنقاء. سلامي على من عفا يوم الفتح الأكبر فتح مكة فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. كان قمرا منيرا كانت تسعده بسمة البسطاء، سيد في الكرم قمة في العطاء. صلوا على الحبيب الهادي المختار. لا تبكي على الدنيا ولا تبكي على الماضي ولا تتلهف على المستقبل لئلا يضيع منك الحاضر. الدنيا مسألة حسابية اجعل فيها الحب والوفاء وانزع منها سفك الدماء واعتمد فيها على رب الأرض والسماء. الدنيا ساعة اجعلها طاعة ولا تبكي على ثمن ضاع العمر فيه، بل ابكي على صاحب خاب الظن فيه. ولا تعتمد على الحب فإنه شيء نادر، ولا تعتمد على الزمان فإنه في يوم غادر، ولا تعتمد على الصاحب فإنه في يوم فاجر، لكن اعتمد على مولاك فإنه على كل شيء قادر. وأصلي وأسلم على رمز الكمال وكمال الوجود، الرحمة المهداة والنعمة المزداة، محمد ابن عبد الله. فصلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم سيدي يا رسول الله. والله لو صاحب الإنسان جبريل
لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل على الله أشياء مدبجة تتلى إذ يرتل القرآن ترتيلا. قيل بأن له ولدا وصاحبة جورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذه مقالتهم في الله خالقهم، فكيف ما قيل فينا بعض ما قيل. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأن ألاقي كتابي باليمين، وأن أدخل الجنة مع الرسول صلى الله عليه. وما عصيت وما كفرت ولكن أمنت بالله، ولكن أمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيها الجمع الطيب المبارك، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذا العرس القرآني الكبير أن يجمعنا مع سيد الدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمته وبركاته. اسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين الإعلامي حامد محمد علي، والمقيم بمركز ومدينة الكمالية بمحافظة الدقهلية، من هذا الصرح القرآني الكبير وهذا الفرح القرآني الكبير، فرحة أستاذي وحبيبي الأستاذ فتحي محمد السهيري. جئنا مشاطرة الفرح الكبير وهذا الفرح القرآني الكبير الأستاذ عزة الزهيري، وهذا الفرح القرآني الكبير إهداء لشهداء جمهورية مصر العربية، وخاصة شهداء ديرة مركز ومدينة نبروه بمحافظة التقهلية. أيها الجمع الطيب المبارك، دقيقة حداد لشهداء جمهورية مصر العربية. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وجاف الأرض عن جنبيهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم آمين يا رب العالمين. جئنا مشاطرة عائلات الزهري لهذا الصرح القرآني الكبير، الأستاذ عزة الزهري بصحبة المعلم محمد الحداد. تهنئة خاصة من الحاج محمد علام والأسرة الكريمة بتهنئة الفرح المبارك. وحضر معنا علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية. حقا القارئ الذي كلما سمعتموه حسبتموه يخشى الله سفيرا لقراء الدول الإسلامية، والذي سافر العديد من الدول الإسلامية 43 دولة لقراءة القرآن، فضيلة القارئ المتمكن والبارع دائما عبر الشاشات الفضائية المصرية وعبر الإذاعة المصرية، والذي سنستمع له غدا في قرآن الفجر بإذن الله تعالى، فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرق، القارئ والمقيم بالقاهرة جمهورية مصر العربية. صوت يدوي في الأذن كدوي النحل في الخلية، صنع لنفسه رداء خاص في سماء دولة التلاوة. وحضر معنا علم من أعلام ما
القراء والابتهالات الدينية المتمكن والبارع عبر الإذاعة المصرية فضيلة القارئ والمبتهل شعبان عبد الجيد. يا مصر قومي واسمع القرآن فإن ليالينا تجلجل الودانا. يا مصر قومي واسمع القرآن فإن ليالي طيرة تجلجل الودانا. بصوت القارئ المتمكن والبارع والمتميز دائما عبر الإذاعة المصرية عبد الناصر حرق يجلجل الآذان، وكأن الملائكة حافين من حوله يسمعون القرآن. حماك الله يا خير قارئ سمعك العندليب فغردا. يا أمة محمد هيا بسماع القرآن جدد الإيمان. آيات بينات يتلوها علينا بلبل وكروان الوطن العربي وكروان الإذاعة المصرية فضيلة القارئ الشيخ المؤدب الخلوق عبد الناصر حرق يتفضل مشكورا. بسم الله توكلت على الله. بسم الله توكلت على الله.
الفاتحة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يبارك في هذا الحفل الكريم، وأن يبارك في هذا الزواج المبارك. ونسأل الله عز وجل، ونقول كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم أمين، اللهم أمين. وعبال عندكم في المسارات إن شاء الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نستعين بالصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم شايفين شفات، ما تقلقش، شايفين. خلاص خلاص. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صلى على النبي. عليك يا عم الحاج. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره وكفى بالله شهيدا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه
يعجب الزرع أن يغيظ بهم الكفار عريسي. ألف مبروك. ألف شكرا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا نورك اللي فيها يا اخي. واتقوا الله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الله أكبر. يا قدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا ورسوله واتقوا الله.
النبي. احنا في فرح، احنا في فرح مش في العبرة دلوقتي، احنا في الفرح دلوقتي في فرح ونساعد الناس. يبقى لازمتها ايه بقى العبرة دي؟ لازمتها ايه في ذلك العبرة؟ واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا صوت النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم.
نعم ردت إليك إن شاء الله. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. يا فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صلوا عليه صلي وسلم وبارك عليه. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان.
تعالى. جمال الله اكبر. لا عليك يا سته. عليك يا مولاي. الله يكبر. اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ربنا يبارك فيكم يا رب، يجعل دائما ايامكم معروف بالافراح دائما عميره. اللهم امين. يا مرحبا، اهلا وسهلا. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الله الرسول الله عليه وسلم بنفس المقامات الجميلة يا ملك المقامات. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا الله اكبر.
إحداهما على الأخرى فقاتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله بالعدل وأقسطوا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله إنما المؤمنون إخوة بين أخويكم واتقوا واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. الله يا كروان الغربية، الله يا كروان الغربية.
واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون. حاضر عيني. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى
عفوا يا سيدي، انت من اهله. ان بعض الظن ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله يا سيدي. العفو العفو العفو. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. عيني حاضر حاضر حاضر. صلى الله عليه وسلم. حاضر حاضر. واتقوا الله واتقوا الله ان الله تواب رحيم. حاضر حاضر. صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا عريسنا يا جماعة ابننا الشيخ فتحي الأستاذ فتحي العريس عايزين ندعي له دعوة إن ربنا يكرمنا وإياه إن شاء الله كده يا رب ويجعل دايما أيامكم أفراح ومسرات اللهم آمين يا رب العالمين وندعو له كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير قولوا جميعا اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير زواج مبارك إن شاء الله زواج مبارك شفت وبال عندكم جميعا إن شاء الله في المسرات بالرفاء والبنين وأن يرزقكم الله عز وجل الذرية الصالحة اللهم أمين حاضر يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس يا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا صدق
صدق الله العظيم. بكم من أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعة حروف النور بين شفاهي فتضوعت مسكا يفيض بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسه ليكون نورا في الظلام فكان. وكأن سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان بالقرآن. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد فاض على الناس والدنيا عطاياه، محمد رحمة الرحمن رحمته، محمد رحمة الرحمن نفحته. كم حل في اللفظ معناه، حبيب ربك يهوانا ونهواه. طفل يتيم جاء إلى الدنيا فحررها من الجحود وكان الملهم الله. وبعد أيها الأخوة المؤمنون عشنا واستمعنا مع بلبل وكروان الإذاعة المصرية، بلبل وكروان محافظة الغربية، القارئ المتمكن والبارع والمتميز دائما عبر الشاشات الفضائية المصرية. صنع لنفسه رداء خاص في سماء دولة التلاوة، صوت يدوي في الأذن كدوي النحل في الخلية. فضيلة القارئ الشيخ المؤدب الخلوق عبد الناصر حرف، والذي سنستمع له غدا في قرآن الفجر، والذي سنستمع له أيضا أمسية قرآنية كبيرة يوم السبت القادم. القارئ والمقيم بمحافظة القاهرة جمهورية مصر العربية، زعناها عليكم عبر إذاعات القرآن الكريم المعتمدة من إذاعة المصرية. كل هذا وزاد تحت إدارة المتمكن والبارع عبر الإذاعة المصرية المهندس حسن الغطاني والمقيم بنبروه تقالية دون الفراش الدولي وأحدث تقنيات محطات الديزل والإنارة الحديثة. كل هذا وزاد تحت إدارة المؤدب الخلوق الحج بدر الجن والمقيم بتيرة مركز ومدينة نبروه تقهلية، عميد الخدمات الفندقية الممتازة تحت إدارة بوفيه النادي المتألق والبارع دائما عبر البوفيهات المصرية العالمية، أي متر المؤدب الخلوق مد النادي، عمالقة البث المباشر وأحدث تقنيات الفرقية على الشبكة العنكبوتية بالإنترنت، وترفع التلاوة عبر قناة أبو طه عمر إبراهيم طه والمقيم بالمحلة الكبرى، وعبر أحدث تقنيات البث المباشر، وترفع التلاوة أيضا عبر قناة الحاج مفيد محمد مفيد والمقيم بمتمساح مركز المنصورة، وعبر قناة المؤدب والعالمي للتصوير التلفزيوني المبدع دائما في التصوير التلفزيوني، وترفع التلاوة عبر قناة
المؤدب الخلوق احمد غازي، معكم من اسرة المذيعين الاعلامي حامد محمد علي والمقيم بالجمالية بقهلية في هذا الصرح القرآني الكبير وهذا الحفل القرآني الكبير، فرحة اخويا وحبيبي الاستاذ المؤدب الخلوق فتحي محمد الزهيري عم الاستاذ عزة الزهيري. هذا الحفل القرآني اهداء لشهداء جمهورية مصر العربية وخاصة شهداء ديرة مركز ومدينة نبروه ومحافظة الدقهلية. ايها الجمع الطيب المبارك، فاصل من الابتهالات، ان كان قارئا فهو متقن وان كان مبتهلا فهو مبدع. المبتهل باستحاله الاذاعه والتلفزيون العربي فضيله القارئ المبتهل المؤدب الخلوق صديقي وحبيبي الشيخ وقروان الاذاعه المصريه اخويا وحبيبي القارئ المبتهل شعبان عبد الجيد، يتفضل مشكورا. لا ما شاء الله حاجة جميلة. اتفضل يا غالي، انزل لك الماك شوية. انا هظبطها انا وانا معاك اهو. الله 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 ان شاء الله ان شاء الله يا جماعه مسك الختام مع القارئ الاذاعي الكبير المؤدب الخلوق الشيخ عبد الناصر حرك بمسك الختام. تعالي هنا كده. ايوه كده. شيله خالص وهات لي مايك فدان خلاص. الله 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 الله
الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، وسيدنا مولانا الإمام الحسن، وسيدنا مولانا الإمام الحسين، وأختهما السيدة زينب قرة كل عين، أولياء الله الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها، شهيد الله الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنتم أهل الاحتفاء وأهل الاحتفال وأهل الفرح وأهل البهجة وأهل السعادة. قلت لأحباب سيدنا رسول الله، وعايز أسمع رد السلام من سمعت نبروه وخصوصا قرية تيرة زي ما تعودت بصوت عالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جماعة ردوا علي السلام وجماعة قاعدين بيتفرجوا. ها هنسمع رد السلام بصوت عالي ولا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ودامت دياركم عامرة بالأفراح. اللهم آمين. في هذه الليلة المباركة الطيبة التي اجتمع فيها أهل الأدب والواجب من كل حدب وصوت ملبين دعوة أخيه الأستاذ فتحي محمد الزهيري في ليلة عرسه وزفافه، أسأل الله عز وجل أن يتم فرحته على الخير. آمين آمين آمين. اللهم زدنا عددا، زدنا عددا، وأمدنا مددا، وصب الخير على مصرنا صبا صبا. يا رب اللي ما تجوزش يتجوز، واللي تجوز يا خسرت الرجالة. فين الرجالة؟ ها أراد حبيب أهل القرآن الأستاذ فتحي أن يحتفي وأن يحتفل بليلة عرسه. كيف تحتفي وتحتفل؟ إزاي يا أستاذ فتحي؟ ها هو عريسنا الهمام، عريسنا المبارك بإذن الله، قال بالقرآن وبالمديح في حضرة سيدنا ومولانا رسول الله، فأطرب أسماعنا وشنف آذاننا وطمأن قلوبنا بتلاوة ندية عطرة بصوت قارئنا فضيلة مولانا الدكتور عبد الناصر حرك، وأشهد الله أني أحبه قارئ وعالم، قارئ وعالم، فهو قارئ العلماء وعالم القراء، نفعنا الله به وبتلاوته، وهو بيت الكرم وأسعد في صحبته. ودايما المبتهل لما يشتغل ورا قارئ فنان اكيد لازم يقول شغل مخصوص. شغل ايه؟ ها شغل ايه مخصوص له طابع خاص. الله يبارك فيك يا سيدنا دكتور اهل الفن، زادك الله فنا ببركة القرآن. اللهم امين. الاستاذ وائل حرك بيقول لي انت النهاردة جاي في بلد السميع، يعني ايه؟ يعني بيسمعوا اسم سيدنا النبي بيصلوا عليه.
بس انا ما سمعتش الصلاة على سيدنا النبي يا استاذ وائل. طب اللي صلى على سيدنا النبي يرفع ايديه قبل ما ابدا كده. ما شاء الله، يبقى الليلة كلها حب في سيدنا النبي. صليتوا عليه. ومن هنا من على ارض تيرة، بلد الشهداء، بلد الابطال، بلد الرجال، نعلنها صراحة أننا نحب رسول الله، وبأعلى صوت بنقول كلنا بحبك يا سيدنا النبي. بحبك يا سيدنا النبي. هنا في اليمين. بحبك يا سيدنا النبي. طب هنا. بحبك يا سيدنا النبي. الكل بأعلى صوته من القلب، بحبك يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اهو كده نبدأ نشتغل ونقول توكلنا على. اسمع لفظ الجلالة، الله بأعلى صوت، الله صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. الميم 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 منه مراد الله أوجدنا، والحاء فيه والحاء فيه والحاء فيه حياة القلب من الميم منه مراد الله أوجدنا، والحاء فيه حياة القلب من عدم، وميمه الوسطى قبل الدال تعلمنا أنه الملك والملكوت كلهم، وداله وداله دلت على أن الوجود ناه، وأنه خير خلق الله كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وربنا يبارك فيك يا شعبان. حب النبي أعظم، وعبيره في مهجتي وذائي، وأحس وأحس في ذكر الحبيب
وأحس في ذكر الحبيب براحتي وأكاد في ذكري أراه يا سيب الحق راجع الله يبارك فيك مدد مدد الفن كله جنبك اهو اهو اسيب اشتغل من هنا اذا خلصت نية اهل الجمع نزل عطاء الله اليهم بكج فهم القوم لا يشقى جليسهم الله الله من الخالق من الرازق من الذي يعطي ويمنع وأحس في ذكر الحبيب براحتي وأكاد في ذكري أراه يا والدمع يكتب للحبيب شكايتي ويفيض من عيني ومن وجداني فكتبت في قلبي فكتبت في قلبي رسالتي وعجزت أن يحكي الكلام لساني اللهم صل على النبي بارك الله فيك عم الشيخ شعبان صل على النبي لو انت قابلت حضرة سيدنا النبي وشفت حضرة سيدنا النبي هتقول له ايه ساعة ما تشوف حضرة النبي هتقول له ايه يا دكتور عبد الناصر ايه الرسالة اللي هتقولها لسيدنا النبي هتقول له بحبك يا سيدنا النبي هتقول له ايه هتقول له ايه لسه مش سامع هتقول له ايه لسه عايز اسمع هتقول له ايه والدمع يكتب للحبيب شكايتي ويفيض من عيني ومن وجداني فكتبت في قلبي إليك رسالتي وعجزت أني أحكي الكلام لساني هقول لك اللي انت عايزه هخليك تشتغل هشغلك هشغلك حاضر هشغلك انتظر حاضر حاضر فكتبت في قلبي فكتبت في قلبي إليك رسالتي وعجزت أني أحكي الكلام لساني الله
اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك سيدي أبا القاسم سيدي يا رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه. بركتك والله يا دكتور، ليالك كلها ما فيهاش الا النجاح، ليالك كلها ما فيهاش الا النجاح والله ببركه الاخلاص. كلنا بنحب حضره سيدنا النبي، صليت عليه صليت عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. عشان كده الكلام اللي جاي ده جاي لاحباب سيدنا النبي. جاي لمين؟ لأحباب سيدنا النبي. عشان كده بنقول ايه بقى؟ الليلة حاضر نبينا وفي نور على نور، واللي صلى عليه على وجهه يظهر نور. اللهم صل وسلم وبارك عليه. خد خد خد. لا 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 والله لا والله لا والله لا والله. حتى بقول لهم بوسط الحجر الاسود. تعال حبيبي حجر الاسعد. يلا الليل
حاضر نبينا الليلة حاضر نبينا وفيك نورالة فيك نورالة واللي صلى عليه على وجهه يظهر صاحب الدستور رب العباد اصطفاه نزل عليه دستور عشان يخرج الناس من الظلمات الى من الظلمات الى النور. عمر الطريق ما اتفضح يا سيدي عبد الناصر اصل الطريق مسطور حكم الطريق مش كلام ده سرايا وعلي جاسور ولا حد يدخل السرايا الا اللي معاك الجواب والامضى مش سيد المأمور عشان خاطر تشوف حبيبك محمد وعلى وجهك هيظهر نور اوعك لا تاكل حرام ولا تشهد شهادة زور. كده بقى نصلي كلنا على سيدنا النبي كلنا مع بعض المسكوفة المسكوفة لما ذكرنا رسول الله المسكوفة لما ذكرنا رسول الله عايز اسمع الجمهور اسمع الجمهور المسكوفة عيني جدي العريس على راسي تمشي شويه زي ما انت ماشي كده في المدح عيني الله يصلح حالك ويديك الصحه ليلتنا كلها متحف سيدنا النبي يلا يا حبايب سيدنا النبي المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله لما ذكرنا رسول الله اشكي لي من وجدي وحالي الله الله واقول لي مين النبي غالي اشكي لي من وجدي وحالي الله الله واقول لي مين النبي غالي اشكي لي من وجدي وحالي طول عمري بتمنى اشوفك الله الله وانظر جمالك وابوسك طول عمري بتمنى اشوفك وانظر جمالك وابوسك صبرت نفسي بأحاديثك وأقول لابد في النوم أراك المسكوف لما ذكرنا رسول الله المسكوفاح المسكوفاح الخضره الا علينا بالنظره
هز الهلال يا أبا الزغراء واضل كل محب منى المسكوفة مسكوفة لما ذكرنا رسول الله المسكوفة المسكوفة لما ذكرنا رسول الله يا حق راجح يا حق راجح الجمال ده شويه بتوعي بتوعي بقى شويه بتوعنا ههديهم للشهداء شهداء البلد ابطال البلد للرجال الذين دافعوا عن هذا البلد حفظ الله مصر وشعبها وجيشها ورجال امنها قول الشهيد البطل رضا بري الشهيد البطل حامد عبد العاطي الشهيد البطل السيد المهدي الشهيد البطل رضا مجدي خطاب عشان كده هنقول لهم قم للشهيد مهابة وجلالا واضرب بسيفك قاتلا محتالا أم الشهيد أم الشهيد أم الشهيد أم الشهيد وزوجه والبنت والأبناء قال تعالى لا تحسبن بأنهم ماتوا فما مات الشهيد جاب الأبطال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قم للشهيد فأنت في محرابه واكتب له التقدير والإجلال قم للشهيد فأنت في محرابه واكتب له التقدير والإجلال واكتب لمصر واكتب لمصر بشيبها وشبابها ما اجتني يفيض كرامة وجمالا حبيبي. وسلم وزد وبارك عليك يا أبا القاسم يا رسول الله والله كل حرف انت بتقوله في ميزان حسناتك على الشهيد بالذات شهيد تيرة وشهيد نشا وشهداء الوطن رحمهم الله حضرتك بتقول من قلبك حفظك الله ورعاك وسدد خطاك يا مولانا كلامك من القلب للقلب انت عليك عم الشيخ شعبان وصل على رسول الله ستظل جميلا يا بلدي أفديك بروحي والولدي ستظل جميلا يا بلدي أفديك بروحي والولدي سنزيد الذكر
وسناده الله إلى الأبد. سأردد حبك في قلبي والنصر من الله الصمد. يا رب لمصر فكن عونا فنكون جميعا كالجسد. للخالق تسجد جبهتنا عبادا للوحي الأحد. للخالق تسجد جبهتنا عبادا لله الأحد. والله يرى بمساجدنا من يسجد يدعو يا سندي. ناديتك حبا في وطني ناديتك منفطرا كبدي. فانصره وسدد خطوته واحفظه وصنه من الكيد. ستظل جميلا يا بلدي أفديك بروحي والوالدي. عشان خاطر سيدنا النبي عايز اسمع بلاده الخير اوطان. حاضر اختم لك بالحاضر. الاول نشوف عريسنا فين. يا عريس حاضر حاضر حاضر. النهارده فرحة اسمع اسمع استاذنكم. احنا دلوقتي في اللحظة الحاسمة. في اللحظة ليه الحاسمة وبين ايدينا عريسنا الهمام الاستاذ فتحي الذي جمع الاحباب على حب الله وعلى حب سيدنا ومولانا رسول الله. يا استاذ فتحي جاء اهل الادب من كل مكان ملبين دعوتك داعين لك بالبركة ويدعون لك بالذرية الصالحة وبتمام الفرحة والسعادة. شوف كده يا شيخ فتحي بص شوف كده بص شوف كل الحبايب من الرجال والشباب والصبيان والشيوخ والنساء الكل قد حضر والأطفال أيضا. أي أنك استحوذت على حب الكبير والصغير نلت محبة الجميع وهذه منة من الله عليك. فجاءوا إليك في هذه الليلة لكي يباركون لك ولكي يهنئوك ويدعون لك بالبركة. تقول لهم إيه؟ أقول لهم عبال عندكم وكل واحد يفرح يا رب كده. شفت العريس؟ طب تحية خاصة للعريس كلنا بصوت عالي ونقول له ألف مبروك وربنا يتم بخير. وزي سيدنا النبي معلمنا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما جمع بينكما. أنا بقى قريت الرسالة دي في عين العريس الجميل ده. قريت رسالة يا سيدنا كأن عاوز يقول لي حاجة. اسمع اسمع كأن بيقول ايه بقى. قالوا هتخطب قالوا هتخطب انا قلت قولوا اساس اخطب عليه واكون عريس في وسط الناس. قالوا لي على الاصل دور قالوا لي على الاصل دور الشرط في الكراس من ناس يخافوا عليك يتشالوا فوق يتشالوا فوق بنت الاصول تتشال للقلب احلى مآل.
الوصول تنشره وهي عال العال وشراها مش بفلوس ولا بقطر المال بنت الاصول تتوزن بخلقها دين وجمال فتش عن الدين تلاقي اخلاقها شهد زلال فيها الحياء زايد مصحوب في احلى دلال هقول لك اهو خليك في اللي جاء هقولها لك برضه وانا جاي هنا في الديرة والفرحة واخداني وانا جاي هنا في الديرة والفرحة واخداني كل الحبايب دول اهلي وخلاني وعرسنا هو القمر وعرسنا هو البت اخلاقه عجباني ده عرسنا قيمة وقدر زيه ما فيش زيه ما فيش تاني وعروسة اصل ودين والنبع قرآني فرحة انجي وفتحي هي اللي جايباني علشان اقول مبروك والدنيا سمعاني تهنئة من الحاج عصام الردين للعريس الأستاذ فتحي أنا سألت سؤال والله يا دكتور عبد الناصر قلت له كان نفسك في ايه النهاردة قال كان نفسي يكون أبويا معاي ولكن ربنا عوضني خير بأمي وهي حياتي الله يخليك طبعا هي حياتي وهي حياتي وهي حياتي بالدنيا وما فيها عشان كده لازم ابعت رسالة عاجلة لأم العريس وقول لها ست الحبايب ومن غيرك حبيبي يما ست الحبايب ومن غيرك حبيب حملت 9 شهور شفت الهوان اسمع حملت 9 شهور شفت الجوان ووضعت جسمي على الدنيا انت السبب لا مش سامع يما دي بصوت عالي وارضعت لبنك حلال ولساني قال ولساني قال الدم اللي في عروقي ده دم مين ده دم مين يما وسهرت جنب ليالي لو قلت انا لو رهنت الروح ده يبقى قليل يما والخير لا شوفه في الدنيا ولا الاخرة والجنة اخرى ما بدخل جا الا برضاك يما يبقى عشان تنور رضا ربنا لازم تنور رضا والديك رضا الاب والام الجنة تحت اقدام يا حبيبي يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله الله على محمد صلى الله عليه كده بقى نسمحكم انتوا بقى صلى الله
بارك الله زواجا جعل القرآن تاجا، بارك الله زواجا جعل القرآن تاجا، بارك الله زواجا جعل القرآن تاجا، لا ترى فيه عوجاجا وقررا بالذكر عينا صلى. كي نهنيكم أتينا ولواديكم سعينا، كي نهنيكم أتينا ولواديكم سعينا، يا أخانا قر عينا، يا أخانا قر عينا وقر بالذكر عينا صلى. صلى الله عليه يا روض يلي فيك التجلي، يا روض يلي فيك، يا روض يلي، فيك التجلي دي بقى هيقولها سميعة بس، يا روضة يلي فيك، لسه يا روضة يلي فيك، يا روضة يلي فيك التجلي، يا روضة يلي فيك التجلي. لا والله جميل، يا روضة يلي يا روضة يلي فيك التجلي. جميل شاطر يا حبيب قلبي. يا روضة يلي فيك، يا روضة يلي، يا روضة يلي، يا روضة يلي، يا روض يلي، يا روض يلي فيك التجلي، من العنالي نزل تملي 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 على ضيوف حبيب محمد صلى الله. صلى الله على محمد. يا حبيبي يا رسول الله، كنت مرة بقول، خف التردد شوي، خف التردد شوي، كنت مرة بقول الناس 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 لها حب واحد، وانا ليا في البلد خمسة، وعشان تشوف حبيبك النبي ما تبطلش الصلاة عليه ولا أمسة. سيدي كنت مرة بقول عيني على راسي، كنت مرة بقول الناس لها حب واحد وانا ليا في البلد خمسة، وعشان خاطر تشوف حبيبك النبي ما تبطلش الصلاة عليه ولا همسة، وانظر بعينك ترى قواعد الاسلام على خمسة، حتى الصلاة كانت خمسين خلاها عشان خاطر النبي، اسمع خلاها عشان خاطر النبي،
واحدة في شرق البلد واحدة في غربيجة واحدة في قبل البلد واحدة في بحريجة واحدة في قلب البلد قلب جرح بيجة. الكلام ده عاوز شرح. عاوز ايه؟ اول حبيبة ليا حلوة يا محلاجة صلاة الفجر جاية وجايبة الرزق وياك. اول حبيبة هي حلوة يا محلاجة صلاة الفجر جاية وجايبة الرزق وياك. تاني حبيبة هي صلاة الظهر هنية للي وقت ما يسمع المنادي بطل مصالحه وأداجة. واللي في قلب البلد والعصر إن الإنسان لفي شرح معناجة لما المغارب كواهب بطر هد الآجة. اوعى صلاة العشاء تفيجة ختام اليوم ودي نصيحة من القرآن شرحنا. شوف جد جد العريس عاوز يوصل لي رسالة جميلة قوية. تعال يا سيدنا جنبي هنا. دعوة منك للعريس. يا رب تجعل ليلتك سعيدة يا فتحي. تجعل ليلتك سعيدة يا فتحي. وليلتك حلوة قوي قوي قوي. ودرجة من عند ربنا عليك يا فتحي. دعوة من جدك سامي. دعوة من جدك سامي لك يا فتحي وتم عليك بخير. وتجعل ليلتك سعيدة ويجالك وتدهلوا البعض يا فتح يا رب يا رب. بقول آل الأب ولا الابن أنا قلت العزيز ابني. آل الأب ولا الابن أنا قلت العزيز ابني. أطلع اللقمة واستخسرها في نفسي وأعطيها ابني. والبس تمل القديم أما الجديد لابني. واحب اشاركه لو في القسمة يغلبني كل ما جأس عليه حنان القلب يغلبني. لو ابني قال آه ألاقي الآه بتتعبني. الله 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 ما تحرمش منك قبل توجع ليلك سعيد ربنا يبارك فيه. هقولها تاني بس نصلي على سيدنا النبي. قالوا الأب ولا الابن أنا قلت العزيز ابني. أطلع اللقمة واستخسرها في نفسي وأعطيها والبس تمل القديم أما الجديد ابني. وحب أشاركه لو في القسمة يغلبني كل ما جأس عليه حنان القلب يغلبني. لو ابني قال آه ألاقي الآه بتتعبني. واشتغل واشقى واتعب عشان أعمل حاجة عشان أعمل حاجة. ولما يكبر ويبقى شاب جميل ولو انه على ما تربى طلع عيني وشيبني. تيجي بنت تخطفه ويسيبني ويمكن تقسيه وتعصيه وتنسيه ان انا ابوه وهو كمان وهو كمان ابني. واذا كان موظف وانا حط بيا الحال تاخد فلوسه ويسيبني. يا ملك الملك يا ربي لا تحوجني في يوم لا اخويا ولا لابني. ربنا يديك الصحه حبيبي. عيني تاني بالله عليك تاني مدد. المدد نزل المدد والله كلها مدد عشان سمعت الدقهلية. سيدنا الحسين بيبص لها هوت ورجالته والشيخ طه والاحباب كلهم بيبصوا قاعدين بيسمعوا بس والله جاي الحب يا رب.
يا رب. ليلتك طويلة الليلة دي اجي اللي وقعت فيا ده الخلق اصرار يا روحي ويا ملهدوم مداري. المستشار محمد عرفة منسجم من الحاجة الجميلة اللي نبضة من قلبك. والله يا اخي نبضة من قلبك. الله يا حبيبي يا حبيبي الغالي. انا هقول لك على حاجة. ده جاي يشحن. ده جاي يشحن. ما تقوليش ان ده جاي راكب من بلده لحد هنا الا حبا في القرآن وحبا في سيدنا النبي. مالوش مصلحة. والله ماله مصلحة. زي حالتك. ده انت جاي انا اقول لك ايه بس. ربنا يفرج عليك خله. بحبك يا شيخ شعبان. والله بحبك يا اخي. والله في الله. متعك الله بالصحة والعافية انت والدكتور عبد الناصر حرك. يا رب. هنختم عشان نسمع بقى سيدنا الدكتور عبد الناصر. عشان خلاص عايزين نشنف اذاننا وارواحنا. حلو قوي. هذه الليلة ستسطر بين طيات التاريخ. اقسم بالله. الف مبروك للعروسين وربنا يتمم عليهم بخير يا رب. قل امين. الله يرضى عليك حبيبي 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 حبيبي. عيني حبيبي حبيبي حبيبي. الله يرضى عليك. منورنا يا سيدنا. منورنا. الله الله الله. ونداء الهدى فالكائنات تضيء. ونداء الهدى ونداء الهدى ونداء الهدى ونداء الهدى فالكائنات ضياء. رسول الله يا